Hey guys, test test test. Hey guys, خاصكم تعرفوا بلي با مال دو فوا كانوا الناس كيسولوني كيفاش دايره المعيشه في تركيا، يعني مثلا الا خديتو التقجيه من السوبر مارشي شحال غادي تقام عليكم. اي دونك دوكو دابا جيت مع ماما باش غادي نديرو التقجيه ديال رمضان. اي جو مسوي دي علاش لي ما نديش ليكم التقجيه ديال الشهر كامل. غادي ناخذ ليكم فيها كاع داكشي اللي كنحتاجوه، دونك غادي ناخذ كلشي وغادي نحسب لو بري ديال كل حاجه غنقولها لكم، اي في الاخر غادي ندير لكم لو توتال. غادي نحاول ناخذ لي برودوي اللي هما ارخص ما كاين في هذاك لو غيون، مثلا الزيت غادي ناخذ ارخص الزيت كاين. المهم هكا باش تقدروا نتوما ديروا واحد لا موين. بيان سور كارفور اون فادير شويه غالي على بيم اي ايوزبير ولي سوبر مارشي اللي هما معروفين هنايا ارخص. دونك هكا باش نعطيكم واحد لا موين باش تعرفوا بلي الا مشيتوا لدي سوبر مارشي اللي هما غاليين راه غادي تكونوا كتوقعوا انكم تخلصوا اكثر، ولا كنتوا غتمشيو دي سوبر مارشي خاص غادي توقعوا تخلصوا قل. دونك وي انا كنصور في هذه الجهه اللي هي ديال لي جوي، حيت هنا فين ما كاين حتى واحد هنا فين ما يحضنيش بنادم. يلا ليتس جو. بون هاد لو غيون اللي كاين هنايا كامل غير ديال لي بروموسيون. بوغ هاد لا صوص طوماط هي راه شويه فيها الحرور حاره، اي هادي فيها تقريبا نص كيلو. دونك هادي انا نخليكم لو بري ديالها. الروز هذا ما عرفتش شحال فيه من كيلو الصراحه، جوج كيلو ونص. وي فوالا فيه جوج كيلو ونص، هذا اون بروموسيون مي نقدروا مثلا نقلبوا على شي حاجه ديال كيلو. بور لانستون ما بانش ليا. هنايا ها هي داك الحك الماطيشه اللي كنقولوا في المغرب، ها هي هادي فيها 38 غرام، دونك هادي راه كبيره. parmi les حوايج اللي خاص غتلقاهم اللي هما ديال لا مارك ديال كارفور بيان سور. دونك هاد الطون ديال لا مارك ديال كارفور ها هو لو بري ديالو، فيه 3 فهاد لي غيون. لقيت غير داكشي الكبير مثلا هنايا كاين الفورس اللي هو غير ديال 5 كيلو. دونك جو بونس كو غادي نخلي انا هاد الجهه اللي هي ديال لي بروموسيون غنمشيو لبلاصه عاديه هكا باش نقدر نوريكم داكشي اللي هو قليل. الا كنتو بغيتو لي جو دو فوي ها هما العواصر اللي كاينين اي لو بري ديالكم غنخليه ليكم. بوغ لي جيان ها هي مثلا دوف وحده كدير غندير لكم مثلا parmi les marques لي رخاص لي كاينين ديال البروتيج سليب. هادي بوغ لي فام، غنوري حتى بوغ الرجال. كاينه هادي لي هي دايره 19.10، عاد كاينه هادي ديال لي غيك دايره 23.40. اي هادو لي كتشوفو مورايا كليناكس. عقلت واحد المره كندرت لكم فيديو قلت لكم بلي كوم كو هنا في تركيا ما كاينينش كليناكسات كاع، الوغ كو الصراحه القضيه باقا نيت سيم ثينغ، غير هو كاين هاد لا مارك ديال سيلبا كي حنا عندنا في المغرب بزاف دايرين دي كوب بحال هكا صغيورين، مي سينو بواطا كبيره هكا لارج كيف حنايا عارفين ما كاينينش. كاينه هاد لا موسا غازي اي كاينين لي غازوار. الا خدينا باغ اكزومبل ريكسونا ها لو بري ديالها، الا خدينا جيل دوش مثلا هاد بوتي مارسيلي اللي حنا كنعرفوه ها لو بري ديالو. بوغ لي شامبوان الا خديت مثلا صراحة ما عرفتش نقولو بونتين داير 82.75، ها هو شحال فيه 400 مليلتر. إلا تاخدو مثلا قهوة هايا هادي فيها 100 غرام. بور شوكولا ها هي هادي نوتيلا، هادي شحال كتكون فيها نص كيلو يمكن 750 غرام. خديتو كيف قلت لكم لا مارك ديال كارفور، يعني ارخص حاجه سيغمون غادا تكون هنايا ها هي. خديتو قريعه صغيره ديال العسل اللي هي فيها 225 غرام ها هي. فورس ها هو هذا ديال كيلو، بيان سور كاين اللي هو رخص وكاين اللي غلى منه. قبيله وريتكم لاصوص طوماط اللي هي كبيره، الوغ هذه فيها 360 غرام ب 34.95 ليره. الزيت البلديه الصراحه ما نقدرش نقول لكم بلي كاين احسن وحده ولا مهم. اون فافوار هادي 750 مليلتر ها هو لو بري ديالها بشحال. اي بوغ الزيت العاديه 1 لتر ديالها ها لو بري. انا لقيت الروز اللي هو ديال 1 كيلو ورخيص بزاف، ها هو اللي ديال حتى هو لا مارك ديال كارفور. اي هنايا نشوفوا لي بات. بون لي بات 500 غرام. اي كاينين هاد السباغيتي لوبيا البيضاء، لوبيا البيضاء شحال دايره 113.90
وي وهذه العدس كتبين عليها عدس الخضره، ما عرفتش واش هذا الشيء فيه الالوان. ها هي قرعه ديال اتر ونص ديال كارفور، ها لو بري ديالها. دابا غادي نشوفوا داك الشيء ديال اش كيقولوا ليه برودوي ديال التنظيف. كان هاد ديتيرجون هذا اللي كنغسلوا به المعن، ها لو بري ديالو اللي هو حتى هو د لا مارك ديال كارفور، دونك ارخص حاجه ممكن ليكم تلقاوها. وهذا ديال التصبين ديال الحوايج فيه 1500 مليلتر اترونس. الى شفنا اغيال هذا ديال كيلو فاصله جوج، ها هو كاين هذا فيه 8 ديال لي غولو. بوغ الحليب 1 لتر من لا مارك ديال كارفور، ها هو المعلومه اللي خصكم تعرفوا هي ما عندهمش بزاف ديال لو شوا ديال دانون. كاينين دي مارك لي هما ديالهم، ولكن لا مارك دانون اللي حنايا عارفين ما كايناش. باغ كونطخ كاين دانيت الا كنتو مولفين به، الا خديتي ربعة ديال 100 غرام ها هو. عندهم واحد اللي هو ديال البنان اللي حنا ما عندناش، اي واحد نص نص شوكولا بلون شوكولا اولي. كاين دي مارك لي هما فرونسيز ولا واتيفر، المهم ماشي تركيا، اللي كيكونوا غاليين بزاف. دونك هذه ديال اكتيفيا اللي هي 100 غرام ديال 4. اي الا كنتو كتحماقوا على كونفليكس بحالي، كاين كوكو بوبس فيه 250 غرام. بوغ فرماج كاينه لا فاش كيجي العاديه، وكاينه هادي سون لاكتوز، وكاينين هادو دي مارك ديالهم. كاينه كوكا عندهم ديال 1 لتر، وكاينه وحده اللي ما عندناش في المغرب اللي هي ديال 2.5 لتر. اي جو بونس كو حتى واحد المره كتلقاي 3 لتر وكثر واقيله. نقول لكم لو بري ديال غيد بول، صراحه انا مبليه بغيد بول بزاف، دايره 20 ليره اللي هي جو بونس تقريبا 11 درهم. اي بيان سور ما نساوش بلي هاد لي برودوي اللي كنوريكم، مثلا الزيت ولا الفورس ولا شي حوايج بحال هكا، راه غاديين يبقاو ليكم اكثر من شهر ولا اقل من شهر. المهم زعما راه هاد دي برودوي اللي غتكونوا كتشريوهم غير مره في الشهر ولا مره في شهرين ولا مره في 3 شهور، دونك با فورسيمون لو توتال غادي يعطينا ديال هادشي كامل، غادي يكون داكشي اللي كتخسروا كل شهر. البيض اللي حتى هو ديال كارفور ها هو لو بري ديالو، كاينه 15 البيضه. هذا صدر ديال الدجاج فيه 3 ديال التروفا. اي هذا اللحم ها هو فيه 295 غرام. هاي هاد الكفته دايره 237 غرام، كدير 100 و 150 ليره. جايز انا يلاه كملت المونتاج ديال لا فيديو، وبغيت نقول لكم بلي فوالا راه على حسب كل واحد فيكم ولا كونسوماسيون ديالو، لا كونسوماسيون ديالو. تقدروا تكونوا كتخسروا اكثر، كيف تقدروا تكونوا كتخسروا قل، على حسب واش كتاكلوا في الزنقه اكثر ولا في الدار. بغيف ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي هي بالضبط، ولكن حاولت نعطيكم اون مويان. ديروا لي كالكول ديالكم، اي بيان سور هاد لي بري اللي كنحط لكم راهم يقدروا يتبدلوا من هنا واحد الشهر، من هنا واحد شهرين، بيكوز ذيس از تركي. لي بري كيتبدلوا فاش كيقولها لهم راسهم. اند ذاتس ات، ثانك يو جايز فور واتشينغ. ما تنساوش ديروا لي لايك، تخليوا لي كومونتير. بيسوس.